ينتقلون من مدينة إلى أخرى، فأداة القتل هذه تجوب سوريا طولا وعرضا لإسكات صوت حق هز عرش الأسد، وجبل الزاوية وجهتهم الجديدة المتجددة، فلا أحد لديه صورة مكتملة عن خفايا هذا الجبل أو لماذا يحرص النظام وجيشه على عدم إغفال عينيه عنه. ميليشيات النظام بكامل عدتها وعتادها شنت عمليات واسعة النطاق في عدد من قرى جبل الزاوية شمال البلاد قرب الحدود مع تركيا لاحتواء المظاهرات المتواصلة ضد النظام ولملاحقة جنود انشقوا عن الجيش، اجتياح تم خلاله استخدام الرشاشات الثقيلة لقصف الأحياء السكنية والمناطق الزراعية. قذائف الجيش استهدفت مواقع يشتبه بأن ناشطين قد تواروا فيها بعد اقتحام الدبابات والمدرعات قرى إبلين وبليون ومرعيان وإحسم والرامي بعد تقطيع أوصال المدينة بالحواجز الأمنية على مداخلها مع قطع كامل للاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت. وكانت قوات الأمن قد شنت في وقت مبكر حملة مداهمات واعتقالات طالت ما لا يقل عن 100 شخص، 8 منهم من عائلة العقيد المنشق رياض الأسعد الذي تعرض منزله لعمليات انتقامية على أيدي شبيحة النظام وعناصر الأمن. منزل العقيد رياض الأسعد بعد دخول الجيش الأسدي إلى قرية إبديتا في صباح 14/9 بعد نهار غالبا ما يكون مسرحا لعمليات أمنية ينسل هؤلاء بين الحارات والأزقة والشوارع لكي ينسجوا بحناجرهم نسك الحرية لسوريا الجديدة التي يتطلعون لتشكيلها. فهنا الغلبة للشعارات لا للرصاص في ليالي الثورة. يتسيد المتظاهرون الأحرار المشهد ويتوارى عناصر الأمن والشبيحة، ففي سوريا للثورة رب وشعب يحميها.